بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم وحلقة جديدة معانا من برنامج ساعة على الهوى. كل سنة وانتم طيبين. يوم الأربعاء اللي فات كان أول شهر كيهك. شهر كيهك في الكنيسة القبطية شهر مليان فرح ومليان تسابيح، وصوم الميلاد دايما كده صوم مختلف، يعني نلاقي ألحانه رغم أن هو صوم بس فيها بهجة وفيها انتظار لعمل الرب. عشان كده الحقيقة أنا حابب أتكلم معاكم النهاردة في حلقة اسمها إن تأخر. يعني أحيان كتيرة قوي إحنا بنحس إن ربنا بيتأخر علينا، وأحيان كتيرة نحس إن هو مش واقف معنا أساسا، أو نطلب منه طلب وبعدين يجي بعدين يدهولنا أو ما يدهولناش، نقول له يا رب يعني ده بعد وقت طويل قوي. والموضوع دوت جاي شوية من أحد كيهك، جاي من أناجيل أحد كيهك. اللي منا هيحضر القداس كل يوم حد في شهر كيهك، هنلاقي إن كل حد جزء من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الأولاني. النهاردة أول حد في كيهك، فنسمع كده إنجيل بشارة الملاك لزكريا الكاهن، وطبعا الآية الشهيرة اللي الملاك قالها لزكريا: لا تخف يا زكريا، فإن الرب قد سمع صوت طلبتك. لا تخف، ان ربنا سمع صوتك وسمع طلبتك. فطبعا زكريا يقول له ده الوقت فات، ده احنا عجزنا، ده انا وعلي صابات قد شخنا، اتأخرتوا قوي علينا او ربنا اتأخر قوي علينا. عشان كده الموضوع ان تأخر ده بيتكرر معنا في حاجات كتير قوي. ده اول حد. تاني حد في شهر كيهك هنلاقي بشارة الملاك للست العذراء مريم، وبرده في إنجيل لوقا الإصحاح الأولاني. تالت حد هنلاقي الزيارة الجميلة اللي قامت بها الست العذراء مريم كلية الطهر والدة الإله لنسيبتها إليصابات وهي حامل في شهرها في يوحنا المعمدان. والحد الرابع هنلاقي ميلاد يوحنا ابن زكريا يوحنا المعمدان، وعارفين القصة الشهيرة إن هو كان صامت طول فترة حبل يوحنا المعمدان وإليصابات، من ساعة لما الملاك ظهر له في الهيكل لغاية لما كتب اسم يوحنا، وساعتها راح نطق وقال كلامه الجميل خالص عن يوحنا المعمدان. إن تأخر. أحيان كتيرة قوي زي ما زكريا الكاهن ما يصدقش، يعني يقول له معقولة ده الوقت فات. عشان كده احنا احيان كتير قوي نطلب طلبات من ربنا ونقعد نطلب حاجات ونحس ان هو مش معانا اساسا ولا دريان بينا، ونقول يا رب انت اتأخرت في الاستجابة، اتأخرت في الطلبة، هل ربنا بيتأخر علينا فعلا؟ فعشان كده اول حاجة نحب نتكلم فيها، يعني طالعين من احد كيهك كده الاربع اناجيل اللي بنقول عليهم، ونقول ان تأخر فهو يستجيب. إن تأخر فهو يستجيب. أول نقطة نقول كده، لو ربنا تأخر علينا فهو حتما هيستجيب. والحقيقة لما نيجي نتكلم على كلمة تأخر دي نلاقي في توقيت مختلف ما بيننا وما بين ربنا. ربنا إيه توقيتاته وإحنا إيه توقيتاتنا؟ إحنا لما نيجي نبص لأي موضوع بنبص كده عند رجلينا ونبص لورا، بس مش عارفين نبص لقدام، لأن احنا المستقبل بالنسبة لنا يا إما خايفين منه، يا إما متوقعين أحسن حاجة تحصل لنا، يا إما متوقعين أسهل حاجة تحصل لنا. فاحنا دايما عندنا الصورة الجزء اللي جاي فيها مش واضح، الجزء الأيام اللي جاية ده مش واضح. حتى أهالينا الكبار كانوا دايما يقولوا يا رب كفينا شر المستخبي، يا رب كفينا شر المستخبي. فمش عارفين كمان ساعتين في ايه، ولا مش هقول بكرة، ولا كمان شهر، ولا كمان سنة، ده احنا مش عارفين الدقايق اللي جاية ايه اللي ممكن يحصل فيها. عشان كده احنا دايما التوقيت بالنسبة لنا ناقص حتة، بنبص النهاردة ونبص امبارح واول امبارح، لكن بكرة ما نعرفش نقيمه. اما توقيتات الله فهو يعلم اليوم والامس والى الابد. عشان كده لما احنا بنقول اتأخر ربنا علينا، بس انت ما انتش عارف بكرة، ما يمكن يستجيب بكرة او يمكن يستجيب بعده،
لكن الحقيقة هو داري بمبارح وبالنهاردة وكمان ببكرة. عشان كده توقيتات الله مختلفة عننا خالص. ولقى الموضوع ده يعني الحقيقة في الكتاب المقدس كتير، في إبراهيم وسارة، وفي صمويل مامته وأمه اسمها حنة، وكل وحكايات ياما، حكايات كتيرة خالص. في يعقوب لما يجي يتجوز رحيل ويتجوز رفقة 7 سنين في 7 سنين، توقيتات كتيرة جدا جدا. وداود في بنى الهيكل يقول له لا مش على أيامك، على أيام ابنك، حاجات كده. نلاقي ربنا توقيتاته حقيقة بتبقى بالنسبة لنا عليها علامات استفهام. يكفي لما نقول ان شعب بني اسرائيل لما خرجوا من ارض مصر لو كان مشي كده دغري كان هيوصل اسبوع يمكن مثلا ولا حاجة، 10 ايام، شهرين، سنة، يعني كتير بيتحركوا. لكن نلاقيه ان هم قعدوا 40 سنة في البرية، من مشي كده مشوار نمشي اسبوع، 10 ايام، سنة بالكتير، سنتين بعددهم ده، نلاقي ان هم قعدوا 40 سنة. توقيتات الله مختلفة تماما عن توقيتاتنا، انما نحلها بحاجتين، بالثقة وبالإيمان. نحل اختلاف التوقيت ما بيننا وما بين ربنا ده بالثقة وبالإيمان. يعني ايه الثقة والإيمان؟ ما هما الاتنين حاجة واحدة، بس الثقة انه دايما هيستجيب، والإيمان ان هو بيحبنا ويرتب لنا الخير. محدش فينا ابدا لازم يفقد ثقته في ربنا او يفقد ايمانه بربنا من هذا المنطلق. منطلق ايه؟ انه بيحبنا، بيرتب لنا الخير، عمره ما يخلينا احنا الحقيقه يقولك يصون رجلك من ان تزل، يصون رجلك من ان تزل، فان تاخر فهو يستجيب. توقيتات الله مختلفه عن توقيتاتنا، وبالتالي لازم نكون واثقين، لازم يكون عندنا إيمان من جهة حبه لينا ومن جهة صلاحه أنه لا يصنع بنا شيء أبدا يضرنا. عادة اختياراتنا هي اللي بتضر، عادة قراراتنا هي اللي مؤذية، عادة تسرعنا أو اندفاعنا هي اللي تأذينا. أما أن الله الحقيقة يبقى بيعمل فينا شيء غير صالح، لا نظن أبدا في ذلك. بالعكس، أحيان كتير تكون قراراتنا بتدمرنا وهو ينجينا، إلا إذا عندنا معاه. يعني في قصص كتيرة في الكتاب المقدس ما ينفعش نغفل عنها، زي كورح ودسان وأبيرام. دي حاجات إحنا ما ينفعش نغفل عنها. عملوا إيه دول؟ عاندوا مع ربنا لدرجة إن هم موسى يقول لهم يعني ليس لكم، انتوا ملكوش ان انتوا ترفعوا البخور، ملكوش ان انتوا تمسكوا المجامر. ربنا عين هارون، وعارفين القصة بتاعت العصا هارون اللي افرخت، علامة يعني قوية جدا، انا اخترته ده هو وبنيه كهنه ليا. لكن نلاقيهم هم عندوا، عشان كده نلاقي ان كان اجرهم صعب خالص، وده نتيجة عملهم ونتيجة عنادهم ونتيجة قراراتهم. اما ان الله يصنع شيئا صالحا لمحبي اسمه القدوس أو لتابعيه، دي ما سمعناهاش في الكتاب المقدس ولا في سير القديسين. أما كتير الذين عنده الحقيقة وحادوا عن وصايا الله كان أجرهم أجر ما فعلوه. أما نحن إذا كنا نتبع الله، إذا كنا نحبه، إذا كنا نسلم له أمور، طبيعي نضعف. زي زكريا يقول له يعني أنا عجزت ومراتي خلاص يعني عجزت وخلاص، ما ينفعش تخلف بالمنطق وبالعلم البشري وبالعقل البشري، ما ينفعش. فالملاك جبرائيل كده يقول له بص يا زكريا، ده أنا الملاك جبرائيل اللي واقف أمام عرش الله وبقول لك هتخلف وهتجيب يوحنا وهيكون صبي مبارك وهيكون، وده اللي يرد شعب إسرائيل إلى آخره. كلام جميل خالص عن يوحنا. إن تأخر فهو يستجيب. توقيتاتنا مختلفة عن توقيت الله، لكن نحلها على طول بالإيمان وبالثقة في محبته وفي صلاحه. حاجة كمان قبل ما نروح نقطة تانية، إن إحنا الحقيقة معرفتنا غير معرفة الله. كلمنا هنا قبل كده في حلقات من حلقاتنا، وكلمنا إن معرفة الإنسان لازم نحط جنبها كلمة محدودة، أما معرفة الله
فمعرفة مطلقة. إذا كانت معرفتنا إحنا محدودة بالزمان وبالمكان، أما ربنا فمعرفته غير محدودة تماما. فإن تأخر علينا نقول كده يا رب أنت اللي عارف إيه اللي هينجينا، أنت اللي عارف إيه اللي ممكن يخلصنا، أنت عارف إيه اللي يشفينا. فإن تأخر هو يستجيب، لأن إحنا واثقين في صلاحه وفي حبه، واثقين في توقيتاته المناسبة، واثقين في كامل معرفته وحكمته وتدبيره. إن تأخر فهو يستجيب. طيب لغاية ما ربنا يستجيب إحنا نعمل إيه؟ ده سؤال مهم قوي، لأن الواحد كتير يجي ويشكي ويبكي، ونروح الكنايس ونروح نحط نزور وندور ونقول له يا رب بقى مد إيدك، اللي عيان عايزينك تشفيه، واللي تايه يا رب عايزينك تجيبه، تايه ده يعني ضال، واللي مال في مشاكل على مستوى البيت أو الأسرة أو الكنيسة، مشاكل صعبة جدا، نقعد نقول يا رب يعني أنت أخرت فأنت بتستجيب، نعمل إيه على بال ما أنت تستجيب؟ لاقي قديسين كتير قوي الحقيقة كانوا يكتسبوا سلاما في الصلاة وفي التسبيح وفي الصلاة وفي انتظار عمل الرب. والآية جميلة تقول في أشعياء كده: أما منتظر الرب فيجددون قوة. فإحنا منتظرين الاستجابة بتاعت ربنا، بلاش نقعد نبقى متذمرين، متحيرين، متشككين، غير شاكرين، متأفئفين كده ومتألمين كأن لا رجاء لنا. لكن لما نكون منتظرين عمل الرب واستجابته، تعالوا نكون شاكرين، تعالوا نكون واثقين، تعالوا نكون مطمئنين. عامل زي بالظبط كده هوت بنت تكون واثقة في أبوها، وأبوها يقول لها: بصي حبيبتي أنا أتأخر عليكي بس أنا جاي، اوعي تمشي من مكانك، اوعي تتحركي، أنا جاي لك. فهم يجوا الناس يشككوها، يقولوا لها مش هيجي، يقولوا لها روحي انت، يقولوا لها يعني خلاص يعني ابوك ينسيكي، ابوك بقى مبقاش مهتم بيكي زي زمان، يقعد يقولوا كلام كتير. او هي ممكن تكون في داخلها سلام وابتسامة لطيفة، تقول لهم انا ابويا مش ممكن ينساني، انا ابويا مش ممكن يضحك عليا، انا مطمئنة، هو بس اتأخر بس انا واثقة ان هو هيجي. ومهما نتأخر في الاخر يجي لها، ليه قاعدة مستنياه ومبسوطة، تقول لها انت اتأخرت عليا بس انا فرحانة ان انت جيت لي، فرحانة ان انت استجبت. فيكون هو ده انتظار عمل الرب. ناس كتيرة تستنى عمل الرب وهي تعبانة وقلقانة، وكل كلمة تهزها وكل كلمة وكل خبر يوقعها كده لتحت ويحبطها. اما اللي واثق في ربنا بيكون مستنيه بفرح، مستنيه بثقة، مستنيه باطمئنان. فعلى بال ما ربنا يستجيب لينا الحقيقة لازم نكون مطمئنين، وده ما يجيش غير واحنا مركزين عليه، مش مركزين على الناس ولا مركزين على الكلام ولا الشيطان يلعب بدماغنا أو يهزنا أو يعني يشكك في إيماننا أو يشكك في ثقتنا بربنا ورجائنا فيه. فعلى بال ما ربنا يستجيب المفروض نكون مطمئنين انه عمله قريب، ان تأخر فهو يستجيب. نقطة كمان نتكلم فيها معاك: وان تأخر، ان تأخر فهو معين، ان تأخر فهو معين. في الفترة دي اللي بنتكلم عليها، اللي بنقول ان ربنا بيتأخر علينا شوية حسب توقيتنا، إنما هو حسب توقيته، هو عارف الخطة هتمشي إزاي، عارف إن إحنا المفروض نكون مسلمين له حياته أو حياتنا أو متكلين عليه. في الفترة دي ربنا بيعين، ربنا بيعين وبينجي. يعني مثلا لما بنقول شعب بني إسرائيل، شعب بني إسرائيل كان تايه في البرية 40 سنة، هل ربنا في طول الفترة 40 سنة دي كان هو سايبهم رغم ان هم عاندوا معاه وعبدوا وعملوا عجل ذهب، وهارون نفسه راح ساعدهم في عمايل العجل وحاجات يعني صعبة وتذمر وتمرد، لكن هل ربنا كان سايبهم؟ لا، ده كان بيعينهم معونة يعني محدش يتخيلها ابدا.
ده كانوا في البرية، وهم كانوا في البرية كانوا يصحوا الصبح لقوا الفطار جاهز. يعني كانوا يصحوا الصبح كده يطلعوا من الخيم بتاعتهم، أو لو كانوا ماشيين يلاقوا المن حواليهم، كل يوم الأكل بتاعهم موجود. ولما يعني تذمروا كده وقالوا لموسى: يا موسى عايزين ناكل أكل، زهقنا من المن ده، كل يوم من كل يوم من. قال لهم: أجيب لكم منين بس لحمة، وأجيب لكم منين سمك؟ ده أنتوا 600,000 واحد ماشي. 600,000 ده كان عدد الرجال سن الحرب، يعني يقول قدهم يمكن على الأقل 3-4 مرات. ومع ذلك نلاقي ربنا كان يأكلهم، كان يطلع لهم المية من الصخر، كان يضلل عليهم الصبح بسحابة تغطي العدد ده كله، وبالليل كان عمود نور ينور لهم عشان يعرفوا يمشوا أو يبعدين في المحل، الدنيا منورة حواليهم. هو معين، إن تأخر فهو معين. وياما قصص كتيرة جدا غير شعب بني إسرائيل إزاي ربنا بيعين. يكفي إن احنا نتكلم كده هوت مع بعض عن سفر القضاء، وإزاي نلاقي إن هما كان بيبقى فيه تهديدات قوية جدا حوالين شعب بني إسرائيل. يبعت لهم شمشون، ويبعت لهم قضاء يحلوا مشاكلهم مع بعض، ويبعت لهم يفتح الجلعاد، يبعت لهم ناس تقود وتخلص، ويبعت لهم ناس تنجي من كتل التهديدات اللي حواليهم. وياما الكلام مع داود: هو معين، إن تأخر فهو معين. يكفي لما بنسترجع قصة داود ونلاقي ان كان في ناس كتير قاعده مستخبيه، جنود وعندهم خبره وعندهم كل حاجه، كانوا يشوفوا جلياط كل يوم الصبح يقوموا كده يلاقوه عمال يعير شعب بني اسرائيل، يقول لك: ده هنعمل ايه؟ هنعمل له ايه ده؟ ده طوله كام في كام؟ وعرضه كام في كام؟ بصوا الدروع اللي لابسها، بصوا الخوذه، بصوا السيف بتاعه قد ايه؟ ويجي داود من وسط كل دول: لا، انت تاتيني بسيف ورمح، اما انا فباسم الرب إله الجنود. ويقول المزمور الجميل، مزمور 19 اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة، أول مزمور في صلاة الساعة الثالثة. المزمور ده المفروض كلنا نحفظه، فاكرين لما قلنا إن تأخر فهو يستجيب؟ أول كلمة في المزمور 19: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، يرسل لك عونا من قدسه. فإن تأخر فهو معين. وطبعا معونة الله دي يعني ملهاش آخر. معونة الله دي مين اللي يقف قدام ربنا؟ والحقيقة قبل ما نختم الفقرة بتاعتنا الأولانية ونقول إن تأخر فهو معين، يكفي إن احنا نقول إن معونة ربنا لينا الحقيقة مش بتعتمد على حالتنا الروحية. يعني ربنا برحمته أحيان كتير قوي يبقى الواحد خاطي وبعيد عنه ومش تايب وما بيروحش الكنيسة، ما يتناولش وما بيعترفش وبعيد عن ربنا فكرا وموضوعا، وبعدين يتزنق يقول: يا رب يا رب أعني. مزمور 69: اللهم التفت إلى ما عندي، يا رب أسرع وأعني، ماليش غيرك. ليخزى وليرتد طالب نفسي، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك كل الذين يطلبون اسمك. فلما نقول المزمور ده، طب ده داود ساعتها يعني ممكن يكون كان غلطان او كان بعيد او الا ان معونة ربنا تعتمد على رحمته. عشان كده احنا في القداس نصلي نقول: كرحمتك يا رب ولك خطايانا. فان تأخر فهو يستجيب، وان تأخر فهو معين. فحتى لو انت بعيد عن ربنا أصرخ لربنا وقول له: يا رب أعني، التفت إلى ما عندي، أنا ماليش غيرك، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الساكن في ستر العلي في ظل إله السماء يستريح. إن تأخر فهو يستجيب، وإن تأخر فهو معين. هناخد فاصل ونرجع نكمل مع بعض إن تأخر، ونفتكر كده إن تأخر فهو يستجيب، وإن تأخر فهو معين. ناخد فاصل ونكمل مع بعض. Oh,
أهلا بكم وبنكمل كلامنا تاني. إن تأخر، قلنا إن تأخر فهو يستجيب، وإن تأخر فهو معين. حاجة كمان جميلة قوي في كل قصص أحد شهر كيحك، حاجة عجيبة جدا حصلت، إن زكريا وإليصابات يخلفوا، وإن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى مخلصا واسمه عجيبا. عشان كده إحنا هنقول إن تأخر فهو عجيب، إن تأخر فهو عجيب. عجيب الله هو في تدبيره، عجيب الله في حكمته، عجيب الله في حبه للبشر. فحتى إن كنا ساعات بندرك ونشعر إن الله بيتأخر علينا، إلا إن إحنا الواحد كده اللي يحب ربنا يبقى قاعد ومستني يشوف يا ترى ربنا هيحلها إزاي دي، يا ترى ربنا هيعمل فيها إيه، لأنه اسمه عجيب. والحقيقة سليمان الحكيم يقول آية جميلة قوي، يقول إيه على موضوع التأخير وعمل الله العجيب؟ يقول صنع الكل حسنا في وقته. ربنا يتكلم كده عن ربنا، يقول صنع الكل حسنا في وقته، وجعل الأبدية في قلوبهم التي بلاها، يعني موضوع الأبدية ده ما كانش في قلبنا، لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. هنلاقي الآية دي في سفر الجامعة الإصحاح الثالث. يقول كده صنع الكل حسنا في وقته، يعني ربنا يصنع كل شيء حسنا في وقته، في الوقت بتاع الموضوع، وحط الأبدية جوه قلوبنا، عشان كده بندرك عمله، وعمله دائما عجيب. عشان كده احنا لما نحس ان ربنا اتأخر علينا، بالثقة وبالإيمان اللي احنا كنا بنتكلم عليه وبالمعونة اللي بيبعتها لنا، نبقى منتظرين عمله وعارفين ان عمله ده عجيب. يعني احنا لما نيجي نعمل حاجة نعملها بالمنطق بتاعنا، نعملها زي ما متعودين نعملها، واحيان كتير قوي ما بنعرفش نعملها وما بنعرفش نحلها اساسا. لكن ليه ربنا بيعمل عمله كذا حاجة، كذا حد يرتاح في نفس الوقت، المشكلة تتحل من هنا ومن هنا ومن هنا، من كل الاتجاهات مع كل الأشخاص. ده العمل العجيب. يقول لك إيه المثل البلدي؟ يقول لك ده ضرب ربنا ضرب عصفورين بحجر، حل مشكلتين بطريقة واحدة، رضى كل الناس. أحيانا إحنا حلولنا للمشاكل بتكون نمطية جدا، يعني مثلا واحد عيان نصلي له ونبقى مستنين ربنا يعمل معجزة. أتاري ربنا بيعمل معجزات تانية كتير، بس مش المعجزة اللي في عقلنا. يعني مثلا إحنا المعجزة إن هو يخف، المعجزة إن المرض ينتهي، لا إن المعجزة تحصل إن هذا الإنسان أبديته تتغير. ممكن يكون لو كان كمل حياته بلا مرض نلاقيه إن هو بعيد عن ربنا. يمكن لما المرض جاله ربنا استغله انه الانسان ده يرجع لربنا، ودي تبقى معجزة. زي ما ربنا كده لما جابوله المفلوج قال لهم قولوا لي هو انهي ايسر، انه يمشي دي سهلة، لكن الصعب هو مغفرة الخطايا، ومع ذلك بص مغفورة ليك خطاياك وقوم وامشي، الحاجتين مع بعض. ويجي عند المخلع مرة يقول له كده طب يلا عم قوم، بعد كم 40 سنة قاعد واخدين بالكم، لكن لقيه يقول له في الآخر إيه؟ ولا تعد تخطئ ثانية. أحيان كتيرة ربنا في تدابيره بيبقى عجيب، لأن عنده أهداف غير أهدافنا خالص. فإحنا أحيان بنبقى مستنين ربنا وشايفينه متأخر عن الحل اللي في دماغنا، أما تدابير الله لحياتنا فهي عجيبة. ولما سليمان نقول له عجيبة ازاي، يقول لك لازم تفكر بالأبدية، لازم تحط الأبدية في دماغك. لو حطيت الأبدية في دماغك هتعرف تدرك عمل الله، وتدرك ازاي ان عمل الله ده عجيب. عجائب كتيرة قوي ربنا عملها في العهد القديم مع ناس كتيرة خالص.
من أهمها الحقيقة تصرفاته وتدبيره لأجل شعب بني إسرائيل، وأكيد كان بيبقى عايز يعلمهم دروس قوية جدا. وبرضه مع داود، يعني داود مثلا كان له اشتهاء ان هو يبني الهيكل، وعمل بقى ابتدى يوضب ونعمل والمكان، وكان واقف يصلي لربنا كده ويقول له يا رب يعني انا اسكن في بيت وانت تسكن في خيمة. وبصراحة الكلمتين دول ما عجبوش ربنا، رغم ان داود يعني تقول ده كان عايز يبني الهيكل، ايه الغلط في كده؟ فداود يقول له يعني انت يعني تنام يا رب كده تسكن، او انت تسكن يعني في خيمة وانا اسكن في بيت. فهنا داود الحقيقة حط راسه براس مين؟ ربنا. فراح ربنا قال لداود، قال له أأنت تبني لي بيتا؟ ودي طبعا كانت حاجة عجيبة قوي، نقول له يا رب طب ما داود اهو يا رب يعني عايز يبني لك بيت، لكن ربنا يقول له لا، راجع نفسك يا داود، أأنت تبني لي بيتا؟ انت اللي هتبني لي بيت، انت يا داود راجع نفسك كده. فمن عجائب ربنا اللي بيصنعها معانا وتدابيره، ساعات يقول لنا لا على حاجة، عشان هو بيقول لنا لا على حاجة رغم ان احنا في نيتنا كويسة، بس يعني برضو محتاجين نراجع نفسنا شوية. لان تكملت الكلام لربنا قاله لداود في صمويل الثاني، يقول له كده، يقول له انت تبني لي بيتا، لقد جئت بك من المربض من وراء الغنم، ده انت كنت راعي غنم يا داود، ده انا اللي جبتك وعملتك ملك وخليتك تنتصر على جليات وخليتك تخش حروب ومملكتك توسع ويبقى عندك املاك وبيوت، وبعدين تيجي تقول لي انا هبني لك البيت. فربنا كان عايز داود يراجع نفسه. احيان كتيره من تدابير الله العجيبه لما يقف لنا في موضوع او يلاقينا يعني مش بيستجيب، بيبقى عايزنا نغير اتجاهنا. بلاش كده، غير تفكيرك. يعني احيانا ناس تقول اروح لناس ازورهم يا ابونا صلي ربنا يدينا كذا كذا كذا، يعمل لنا كذا، اصلا انا نفسي في الحاجه الفلانيه. طب ما تشوف انت ربنا بطرقه العجيبه وتدابيره العجيبه عايز ايه، مش انت اللي عايز ايه، ربنا اللي عايز ايه. عشان كده بولس لما كان قوي جدا ورايح وجاي، وبعدين يعني شاف ربنا نور عظيم، فراح يسال ربنا، كسر على طول بولس، قال له يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ عايزني أعمل إيه؟ مش أنا باسمي وشخصي وإرادتي وتدبيري عايز إيه؟ لا يا رب، ده أنت عجيب في أفعالك، قل لي يا رب أنت اللي عايز إيه؟ ده سؤال كتير قوي إحنا ننساه نقوله، وفاكرين أن تدابير الله عادية، وأن إحنا اللي نقول لربنا إحنا شايفين المفروض تعمل كذا، نقول له لا يا رب انت اخرت علينا، فانت عجيب واسمك عجيب وتدابيرك عجيبة. ساعات بنبقى محتاجين نراجع نفسنا في تدابيرنا، ومحتاجين نراجع نفسنا في طلباتنا حتى. ولكن اللي منا حكيم واللي منا شاطر، لو لقى ربنا متأخر عليه يسكت كده، يقول له يا رب انا عارف ان عملك عجيب وعارف ان تدابيرك قوية جدا، فقل لي ماذا تريد مني أن أفعل؟ أنا أعمل إيه؟ لأني أنا عارف أن اسمك عجيب وتدابيرك عجيبة. إن تأخر فهو عجيب، وتدابير الله محتاجين أن احنا ندركها بالإيمان ونسلم أمورنا لربنا شوي. إن تأخر فهو يستجيب، وإن تأخر فهو معين، وإن تأخر فهو عجيب، عجيب في عمله، إحنا بس نسيب له هو يمشي الأمور ونصبر لعمله. ولو تأخر في مفاهيمنا هنلاقي عمل عجيب يجذبنا إليه ويصلح الأمور ويكسبنا حاجات كتيرة قوي. إن تأخر فهو قدير، إن تأخر فهو قدير. أحيانا لما يجي ربنا بقى يقول طب أنا هستجيب، نقول له معقولة؟ خلاص ما ينفعش. الكلام ده حصل كذا مرة، مرة زي النهاردة كده في إنجيل الحد الأول من كيهك، لما ذكر الكاهن قال له كيف لي هذا؟ أنا شخت، كيف لي؟ كيف يكون؟ أنا شخت ولي صبات قد انقطع عنها
مال النساء خلاص ما ينفعش تخلف. فجبرائيل يقول له يعني انا جاي اقول لك هتخلف انت تقول لي ما ينفعش؟ يعني ده كلام؟ تخيل كلمه من ربنا تعملها زي ده، رب ما ينفعش تعملها. مره تانية كانت بسخريه من ساره. فاكرين لما كانت جت زياره كده، ربنا جه زار ابراهيم ويقول لك كده هوذا ثلاثه رجال، ويقول له ان انا يعني زي الوقت ده اجيلك يكون لساره ابن. فساره كانت واقفه كده بعيد كده في الخيمه من ورا وسامعه، فضحكت، يقول لك ضحكت، سخرت من كلام ربنا. فربنا يقول لها انت ضحكت يا ساره؟ تقول لا انا ما ضحكتش، يعني بتسخري من كلامي، بتسخري من كلامي. احيانا ناخد كلام ربنا على انه ما ينفعش اتاخر، احيان اخرى نلاقي ان كلام ربنا نسخر منه. حتى الست العذراء مريم هي مش يعني ما عملتش كده وكده، بس استعجبت وقالت للملاك كيف لي هذا وانا لست اعرف رجلا. الست العذراء هنا ما عملتش زي زكريا ولا عملت زي ساره، بس استعجبت وقالت له طب في حاجه انا اعملها؟ يعني انا اصلا مش متجوزه ازاي؟ قال لها لا، الروح القدس يحل عليكي وقوه العلي تظللك. فجت الست العذراء كليه الطهر وقالت له هوذا انا امه الرب. فاحيان كتيره قوي نيجي عند قدره ربنا او استجابه ونقول له ما ينفعش، او نسخر منها، او ازاي ده هيحصل، احنا نعمل ايه؟ يقول لك لا انت مش هتعمل حاجه، انا اللي هعمل. احيان تانيه ما نصدقش اساسا ونعاند ونكابر، واحيان تانيه كتيره ما يبقاش اساسا عندنا ايمان بقدره ربنا او بعمله. ان تاخر فهو قدير، ان تاخر فهو قدير. قدير ازاي؟ الله قادر على كل شيء. وبولس في رسالته لأفسس في الإصحاح الثالث يقول آية جميلة خالص، يقول إيه؟ القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر حسب القوة التي تعمل فينا. هنلاقيها في رسالة أفسس الإصحاح الثالث آية 20. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول لك ربنا قادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أنت تقدر تفكر في ربنا يقدر يعمل إيه؟ تقدر يعمل كل حاجة. ويعقوب يقول آية جميلة، يقول لك كان إلي إنسان تحت الألام مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر السماء فلم تمطر ثلاث سنوات. بالبساطة دي كده يعني. ويعقوب يقول لك ده كان إنسان زي وزيك تحت الألام مثلنا وصلى صلاة بس، مش عايزين النطرة تنطر، خلاص ما نطرتش. يا رب انت قدرتك كده عظيمة، قدرتك كبيرة قوي كده يا رب. نقول له اه، انت اخر فهو قدير. فعمر ابدا ما تأخير الله علينا يخلينا نفقد ايماننا وثقتنا في قدرته. ياما ربنا ينقذ وينجي في يوم وفي لحظة وفي ليلة، وقادر ان هو يزحزح الجبال إذا كان لنا إيمان. إن تأخر فهو قدير. إحنا اتكلمنا في ثلاث نقط، أنا يعني الحقيقة بحس إن هم عزوني كده أنا شخصيا وأنا بتكلم معاكم. إن تأخر فهو يستجيب. يا سلام عليك يا رب في استجابتك، حتى لو إحنا شايفينك اتأخرت أنت عارف الوقت المناسب. إن تأخر فهو معين. مين فينا يقلق ويخاف ويتهز أو التهديدات تقلقه إن كان رب الجنود هو معينه، يرسل لك عونا من قدسه. إن تأخر فهو قدير. يا سلام يا رب، أنت قادر على كل شيء. فإحنا لنا إيمان وثقة في عمل الله. وحكي هكي تقول لنا كمان ربع نقطة اتكلمنا عليها، أنه عجيب. إن تأخر فهو عجيب. هناخد فاصل ونرجع تاني ونتكلم. إن تأخر فهو ينجي، إن تأخر فهو ينجي.
أهلا بيكم وبنتكلم مع بعض إن تأخر. قلنا إن تأخر فهو يستجيب، إن تأخر فهو معين، إن تأخر فهو عجيب في تدبيره وفي عمله، إن تأخر فهو قدير. نقطة أخيرة نتكلم فيها قبل ما نجاوب على الأسئلة، إن تأخر فهو ينجي. عارفين طبعا قد إيه ربنا يعني عينه علينا من أول السنة الأخيرة، يعني الله لا ينام لا ينعس ولا ينام زي ما الكتاب بيقول. وأحيان كتيرة إحنا بناخد قرارات غلط، والأجل محبته لينا والأجل إن إحنا بيبقى فيه محبته جوه قلوبنا بينجينا. حتى القديسين الكبار يقول لك يا ابونا ده إحنا قديسين نسمع عنهم اللي الدباح واللي اتعذب واللي واللي واللي، فين اللي بينجيه ده؟ يقول لك لا ما تبصش للألم ده، ينجي إلى حياة أبدية. وبعدين أحيان كتيرة كان ربنا بنجاته للقديسين والشهداء نلاقي ناس كتير تآمن بيه، هو ربنا عايز يكسبنا في الأبدية. عشان كده اللي بيبص على الأبدية يدرك عمل الله في حياته، لكن اللي بيبص عند رجليه يحس إن ربنا بيفتري عليه. تاني كده، اللي بيبص على الأبدية ومحبة الأبدية في قلبه، ولازم إحنا ديته واخدة جزء كبير من تفكيرنا وجزء كبير من حياتنا، لأن لما بنقبل ظروف حياتنا وتأديبات حياتنا وحتى تأديبات الله لنا ناخدها كده بفرح وبسرور فما نشعرش بألامها، لكن اللي بيركز عليها بيتعب عليها بالزيادة ويحس إن ربنا بيفتري عليه. الله ينجي. بصوا كده الفتية التلاتة وبصوا كده دانيال النبي، نلاقي إن ربنا الحقيقة نجاهم حتى ولو هم في وسط النار وحتى لو دانيال كان جوه الجب. طب نقول يا رب طب ما تنجيهم هم قبل ما يدخلوا، لازم تستنى لغاية لما يدخل يقولك إن ما كانش يدخل جوه وينجيه ما كانش يبان في وسطيهم. عشان كده حتى الملك الوثني قالك إيه ده، إحنا مش رمينا تلاتة، إيه الرابع اللي فوق ده؟ شبيه بابن الإله. مين ابن الإله ده؟ مين ابن الله؟ فإحنا إذا كنا الحقيقة ساعات نشوفه متأخر، ساعات يجي كده في الآخر خالص وينجي ويبقى عمله عجيب وعمله جميل خالص. إن تأخر فهو ينجي. في سؤال هنا جالنا بيقول القلق يا قدس أبونا في التأخير، القلق. هقول لكم حاجة، شوية تدريبات لازم نعملها كده زي ما اتكلمنا في الأول، قلنا على بال ما يستجيب إحنا بنقلق وبنتعب. هو أكتر كلمة قالها لنا لا تخف، وأكتر كلمة كمان قالها لنا كده صراحة لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. ده تعريف القلق كده، اضطراب القلب والجزع والخوف. فأنا هقول لك حاجة، حول كل مشاكلك لصلاة. يعني وانت قاعد كده مخك عمال يجيب يمين وشمال، حولها لصلاة. يعني طب هيعملوا ايه في الموضوع الفلاني؟ يقول لك يا رب ارفع عني الموضوع الفلاني. طب يا رب ده كذا. حول كل مشاكلك وكل قلقك إلى صلاة. بلا شك الصلاة بتخلينا ملتصقين بربنا، واللي فينا بيبقى قريب من ربنا ناس كتيرة تبقى حيرانة وعمالة تتكلم وعمالة تزعق وخايفة، والحقيقة هو بيبقى قلبه مطمن وساكن لعمل الله. كتير الحقيقة الواحد يروح لأب اعترافه هو متضايق وتعبان وقلقان، يقول له مالك؟ انت عندك شك ربنا يتصرف؟ يقول له لا. عندك يعني أدنى شك إن ربنا مش بيحبك؟ يقول له لأ. طب مالك قلقان ليه؟ أحيان كتيرة تبقى في مشاكل كتيرة قوي والناس كلها مضطربة، ونلاقي قليلون جدا هم اللي مطمنين لعمل الله. فوانت مستني عمل الله وشايف إن هو متأخر عليك، صلي كتير، توب، التفت إلى ربنا، قول مزامير، روح القداسات وتناول. كل الكلام ده بلا شك بيزيل من جوانا القلق ويشيل من جوانا الخوف. اوعى تقلق وخليك واثق في ربنا. سؤال تاني بيقول الحقيقة أنا طلبت حوافز زي زمايلي في الشغل وفي نفس الدرجة بتاعتي، هل ده اتكال على زراعة البشر؟ أقولك لأ، بس المهم بتطلب إزاي، والمهم اتكالك من جواك على إيه. طبيعي جدا إن إحنا في وسط أشغالنا وفي وسط العالم هنلاقي ظلم، ده يعني دي حاجة لازم هتحصل. اللي يكون فاكر ان هو يعيش في وسط العالم وكل حاجة تمام نقول له حصلت امتى دي؟ حصلت امتى فين دي؟
لازم هنلاقي فيه ظلم، لازم هنلاقي فيه اضطراب، لازم هنلاقي فيه اضطراب من برانا يعني، لازم هنلاقي فيه شر حوالينا، لأن العالم قد وضع في يد الشرير. طب إحنا تطالب بحقك؟ طبعا تطالب بحقك، بس تطالب بحقك إزاي؟ هو ده المهم. هل بالخناق وبالزعيق وبالتحايل وبالخداع وبالكذب، ولا نطالب بحقنا باستقامة؟ نطالب حقنا باستقامة. فأنت عندك في شغلك محتاج أنك تقول يا جماعة أنا ظلمت في الموضوع الفلاني، قولها طبعا، بس تقولها كإنسان مسيحي، تقولها كإنسان بالسلوك المسيحي. ولو قلت لي، أنا عارف ناس تقول يا ابونا ده العالم كلها حوالينا كذا وبيعملوا كذا، لا احنا ملناش دعوة بالعالم ولا أساليب العالم تنفعنا. طالب فيها بأسلوب كويس، نمرة واحد. نمرة اتنين، ما تفتكرش ان الحواف الزيادة اللي هتنزل دي هي اللي هتبارك لك او اللي هتنجي لك، لا، بركة الرب تغني. طالب بحقك، بس ما يبقاش قلبك معتمد على الفلوس، ما يبقاش قلبك معتمد على قرشين زيادة. احيان كتيرة قوي يبقى على قدنا بس ربنا مبارك، احسن من ناس كتير معاها ومن غير بركة. يقول لك كسرة خبز مع سلامة خير من وليمة مع الأشرار. طالب بحقك بأسلوب كويس، من غير زن، من غير تحايل، من غير خداع، من غير كذب، من غير أساليب البشر والعالم والشر، حتى لو حواليك كلهم بيعملوا كده، خليك أنت إنسان مستقيم. لسه كنا جايبين سيرة دانيال وزي ربنا نجاه، رغم أن كل الجو اللي حواليه كان جو شر وسرقة وناس كانت صعبة جدا، هو كان مستقيم، عشان كده ربنا نجاه واتبلوا عليه وحطوه في الجب وربنا نجاه وهم نزلوا بداله. خليك زي دانيال. سؤال كمان بيقول، لو واحد عنده مشاكل صحية كتير وبيروح لدكاترة كتير، هل ده سحر وكل ما يشتغل في عمل ما يستقرش فيه؟ لا، ما يعني خلينا بعاد شوية عن السحر وكلام زي كده. طبعا عمل الشيطان موجود، والشيطان يعني عمل الشيطان حوالينا ما نقدرش ننكره، وبنصلي في صلاة شكر نقول كده من كل حسد ومن كل تجربة ومن كل فعل الشيطان. لكن مش كل مشاكل تحصل لنا يبقى سحر، يعني بلاش نربط الأمور كلها بالشيطان. واحد صحته تعبانة وكتير بيروح كتير للدكاترة، خلي بالك ساعات بيبقى ممكن حالة نفسية، ساعات الواحد ممكن يقلق على نفسه بزيادة فيحس ان هو تعبان ويحس ان هو مش قادر يروح مش قادر يجي، وانا ده بيوجعني وده بيوجعني، وبعدين يروح يعمل تحاليل ويروح للدكتور يقول له يا عم انت كويس وزي الفل، يصدق ان هو كويس بعد شوية. فاحيان كتير الواحد لما يبقى قلقان على نفسه بزيادة او محبط كتير او عنده اكتئاب يحس ان هو تعبان وعيان وعمال يروح ويجي على الدكاترة، وممكن يكون فعلا تعبان وصحته تعبانة ومحتاج علاج. وممكن احيان كتيرة حتة ان مش مستقرش في العمل دي، انت محتاج تشوف عمل يناسبك ومحتاج تراجع نفسك. احيان كتيرة دايما بنحس ان المشاكل جاية من بره، اترينا احنا الاسلوبنا بيبقى صعب، عشان كده بيمشونا من الشغل او نقابل نعمل مقابلات كتيرة انترفيوهات كتيرة وما نستقرش في شغل، عشان احنا محتاجين نتغير. ساعات احنا محتاجين نتعلم، والنهاردة كلنا بقينا شاطرين في الكنايس وبنعمل كورسات عن التواصل وحاجات زي كده. صلي وان تأخر فهو يستجيب، ولو متأخر راجع نفسك. في وسط الكلام كده قلنا ساعات ربنا بيتأخر، بيبقى محتاجين ان احنا ايه نراجع نفسنا ونشوف احنا اللي بنعمل ايه غلط. قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا نراجع تاني كده ونقول ان تأخر فهو يستجيب، ان تأخر فهو معين، ان تأخر فهو عجيب، ان تأخر فهو قدير، وان تأخر فهو ينجي. اخر حاجة نقولها معاكم، اذا كان ربنا بيتأخر علينا خليك واثق ان ده لمصلحتك، خليك واثق ان دوت دايما لمصلحتك ودايما لمنفعتك. عمر ما ربنا يتأخر لأجل ان هو بيهملنا، انما نتأكد دايما لمصلحته. معانا تليفون ناخده. الو، ازيك يا ابو شابونة؟ سلام. سلام سلام. نعم، انا لي فترة كبيرة يا ابونا حوالي 20 سنة او 19 كده، بصلي ربنا ان ينقلني من المكان اللي انا فيه، لان المكان نفسيا مش مرتاحة فيه، في مشاكل. فالبيت ما ناس كتير ما كانش راضيه تشتري، وربنا دبر ان حد يشتري الايام ديه.
فالشخص اللي بعت عليه يعني كان بتاع مشاكل، فأنا مش عارفة الخطوة دي من ربنا ولا مش من ربنا، أنا محتارة أخذ القرار أديله ولا ما أديلوش، ربنا خصوصا إن قال لي هديك البيت ربنا ثمن البيت على أكتر من مرة، يعني أكتر ربنا من جد. يرشدك، ربنا يرشدك. بصي، في حاجات زي كده انت محتاجة تكوني ناصحة، محتاجة تسألي كويس. انت بتقولي بقالك 20 سنة يعني وتعبانة نفسيا، طب ما تتأقلمي على الوضع شوية، يمكن يعني ربنا مش عايزك تتنقلي، او يمكن الخطوة اللي جاية مش احسن ليكي حال. لكن اللي اقدر اقوله لك في حاجة زي كده، صلي، ولو انت مش مرتاحة للراجل او حاسة ان هيجي من وراه مشاكل، خلي بالك لحسن ممكن يكون يعني مش امين، او مش هيديكي حقك كما يجب. لو اخدتي حقك في الاول كله كما يجب وماله، يبقى ربنا مسهل لك الامور. لكن لو الراجل دوت بتاع مشاكل وناس حذرتك منه ومش عارفة تاخدي حقك منه، خلي بالك لا تكوني بتوقعي نفسك في مشكلة أكبر. لكن لو ربنا تأخر عليك 20 سنة زي ما بتقولي، طب ما يمكن عايز يغير حاجة، أو يمكن عايز يقولك اشكري ربنا، أو عايز يقولك اتأقلمي مع الناس اللي حواليكي. زي ما قلنا كده على شعب بني إسرائيل، التأخير ده كان هدف، اتغيروا خالص وربنا طلع منهم جيل يعني كانوا أحسن من اللي قبليه، حتى لو كانوا بعد كده إيه يعني زاغوا شوية. أختم معاك وأقول لكم، إحنا توقيتاتنا غير توقيتات ربنا. ربنا يقول لك صنع الكل حسنا في وقته. ربنا عارف بيعمل إيه في الوقت. إحنا اللي ساعات مش فاهمين، أو إحنا اللي ساعات بنتكبر، إحنا اللي ساعات بتبقى سككنا يعني مش دغري شوي. فإن تأخر فهو يستجيب، وإن تأخر فهو معين، وإن تأخر فهو عجيب في تدبيره، إن تأخر فهو قدير، قادر على كل شيء، إن تأخر فهو ينجيك. تأخير الله عننا اللي احنا بنشوفه تأخير، هو من وجهة نظر ربنا دلوقتي المناسب، دايما لمصلحتك، دايما لأبديتك، دايما لمنفعتنا. ربنا يحمينا كلنا ونفرح في الأفراح الجميلة، شهر البشاير. ما تخلوش حاجة تنكد عليكم، ما تخلوش حاجة تشغل بالكم عن الصلاة وعن التسبيح. المشغوليات بقت كتيرة قوي، الأخبار حوالينا مزعجة قوي، حط كل ده على جنب. خلي صوم الميلاد يبقى هو صوم الميلاد، نصوم نفرح ببشاير كيهك وتسبيح كيهك. ربنا يحمي الكنيسة، يحمينا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. آمين.